سليم، عامل ايه يا سليم؟ رد عليا، ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ حد يرد عليا، ايه اللي حصل؟ واحد من الصباط ضربه بالنار وبينزف طول الطريق، بس ما عرفتش اعمل ايه. يعني ايه ما عرفتش تعمل ايه؟ كلم الدكتور عبد الرحمن بسرعه يجي يتصرف. صح، دكتور عبد الرحمن حالا. وانتوا دخلوا اوضته. حاولوا تمنعوا نزيف باي طريقه. حياتك مربوطة بحياته يا مجدي. دخلوا الرمة ده جوه. ادخل. سيادتك مش هنا ولا امبارح اللي هو مجدي، وقدرنا نحدد مكانه. هو فين دلوقتي؟ هو دلوقتي في التقرير ده يا فندم، ما بيتحركش. طيب روح انت. انا اكلم حمزه على طول. دكتور عبد الرحمن يا شيخ جابر. تعالى يا دكتور الحقنا. خير يا شيخ جابر؟ ايه اللي حصل له؟ مضروب برصاصه. برصاصه؟ طب وانا هعمل له ايه؟ ده لازم اروح المستشفى. مفيش مستشفيات يا دكتور، ما انت عارف اللي محتاج له هتعمله له هنا. اهوت شوف شغلك. فهمنا يا شيخ جابر، ده لازم اروح المستشفى، ده هيحتاج تخدير وتعقيم وكم. قلت شوف شغلك يا دكتور، مفيش وقت. جهزوا لي فوطه نضيفه، وحد يجيب لي ميه مغليه عشان التعقيم، شوفوا لي إضاءة أقوى من ديت، واللي ليه لازمة يستنى ملوش لازمة يفضل بره. روح سعد. ثبت ايديك. محدش هيقول لي ايه اللي حصل. ركز في اللي انت بتعمله. ايه اللي حصل؟ شريان اتقطع. ثبته معايا، ثبت معايا. ربنا يستر، ربنا يستر، ثبت معايا. الوزير عارف اللي حصل وطالب مننا نرجع مجدي بأي طريقة، ومش كده وبس، عايزنا نكتم على اللي حصل، وأي خبر هيتسرب هتبقى فضيحة. ماشي، بس هنوصل له إزاي؟ ده زمان سليم واللي معاه خفوف في أي حتة، هنوصل لهم إزاي؟ أكيد يا فندم هما اللي هيتصلوا بينا، ما دام خدوا اللي هو مجدي يبقوا عايزين يسومونها بيه. أي حاجة هيطلبوها مرفوضة من قبل ما نسمعها. طبعًا يا فندم، طبعًا. بس مش عايزين ننسى إن سليم طلب من اللي هو مجدي خطة تأمين السجون، معنى كده إن هما لسه محتاجينها.
والمفروض علينا بقى ان احنا نديهم خطة التأمين ديت علشان يدونا مجدي. يا جماعة خلونا نركز في اللي احنا فيه. احنا هنعمل كل اللي نقدر عليه، بس دلوقتي انا مضطر يعني ان انا هروح البيت يعني شوية صغيرين كده وارجع على طول. واظن مفيش داعي للموضوع بتاع انه اتقبض عليا ده. ماشي بس ما تتأخرش عشان محتاجينك معانا. طيب بعد اذن سيادتك يا فندم، يعني لو تسمح لي اوصل سيادة اللواء، تهيألي مش هينفع يتحرك لوحده في الفترة ديت. وانا هبتدي شغل لغايه لما ترجعوا. بعد اذنك يا فندم. اتفضلوا. ماشي اتفضل يا فندم. شكرا. الو، اهلا يا خالد. لا لا الحمد لله كويسه. معلش ما عرفتش هاجي الشغل النهارده خالص. لا 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 مش هاجي. لا بص يا خالد، ينفع ان انا اقابلك النهارده بعد الشغل بره؟ اه في موضوع كده كنت عايزه اكلمك فيه. اه عارفه. طيب خلاص انا ممكن اقابلك هناك كمان ساعه. يلا باي باي. باي. ايه الاخبار؟ زي ما سيادتك شايف ممكن يكونوا اتحركوا في اي اتجاه من دولة، بس احنا كثفنا كمان هنا وهنا وعلى باقي الشوارع الرئيسيه. هي مش كفايه، انا عايز دوريات 24 ساعه. هم دلوقتي مستخبيين، لكن اول ما يظهروا لازم نبقى جاهزين لهم. مفهوم؟ تمام سيادتك. محمد مولانا، عايز كشف كل المخازن والمصانع اللي موجودة في المنطقة اللي جايز يكونوا مستخبيين فيها. عماد، عايز منك كمان كشف كل اللي احنا قبضنا عليهم من المنطقة وحتى تحت المراقبة، اي حد تبع التنظيم الارهابي. مفهوم؟ وانت، انا عايز بقى تمسح لي المنطقة كلها، كل المخارج والمداخل، عايزين نحط عليها اتمنى. مفهوم؟ تمام يا فندم. اقول لكم ايه؟ مفيش حد هيروح غير لما نلاقيهم. مفهوم؟ تمام يا فندم. تمام يا شيخنا، وقفت له النزيف وخيطت له على الجرح وفضلت جنبه طول الليل. الحمد لله ان الرصاصه ما جاتش في الرئه، لكن نزف كتير وكان هيدخل مني في كومة. يعني عامل ايه دلوقتي يا دكتور؟ هو المفروض ان احنا ننقله دم، لكن واضح انه مش هينفع. عموما انا علقت له محلول ولازم نستنى بقى شويه لما يفوق، لكن اطمئن يا شيخنا ان شاء الله ان شاء الله هيعيش. الحمد لله الحمد لله. انا كتبت له على مضادات حيويه ومسكنات، لازم تجيبوها له. والجرح اتغير عليه كل 3 ساعات ويتنظف كويس، وسيبوه مكانه بقى ما تحركوش كام يوم كده علشان يستريح ويعوض اللي حصل له. انا كده خلصت يا شيخنا، وعندي مبطشيه في المستشفى كمان شويه، تأمرني باي حاجه؟ وصل الدكتور يا صالح، الحق شغله. امرك يا شيخنا. بعد اذنك يا شيخنا. عبد الرحمن، مش عايز اسمع منك كلمه ما اعرفش تاني. ها حاضر يا شيخنا. امرك أمرك.
هجيبك وهعدمك زي اي كلب جبته قبل كده. مش قلت لك هنتقابل تاني؟ كان قدامك فرصه تقتلني يا سليم، ما قتلتنيش ليه؟ انا اللي بداتها وانا اللي اقول امتى تخلص. خرجوني من هنا، انتوا مش عارفين مين وممكن اعمل ايه. يا كلاب يا اولاد الكلب، اخلص. يظهر انت اللي ما تعرفش انا مين دلوقتي. هتقولي على كل اللي حصل بينك وبينهم في الداخليه، يا اما اقسم بالعلي العظيم هخليك تتمنى الموت وما تلاقيهوش. ايه يا حمزة عملت ايه؟ مفيش، بندور عليهم في كل الشوارع، مفيش حد منهم ظهر. طب اقعد اقعد بس عشان ما تخنيش ونفكر واحدة واحدة. اقعد دلوقتي. هما استحالة يكونوا اتحركوا بمجدي، تمام؟ اكيد اكيد خدوه في اي حتة قريبة، وجايز يكونوا راحوا بيه على مكانهم. ما هما اكيد برضو ليهم مقر هنا بيتحركوا منه. ماشي، المقر بتاعهم ده بقى نوصله ازاي؟ سليم خد رصاصة. ما انا عارف يا حمزة ان هو خد رصاصة، عارف، وقلنا جايز يكون مات. وجايز لا، في الحالة دي بقى هيحاولوا يعالجوه، وساعتها استحالة يدخلوا اي مستشفى. بس ممكن يجيبوا له دكتور. انا عايز بقى لستة بكل الدكاترة الجراحين اللي موجودين في المنطقة، وعايز تحريات كاملة عنهم. وقلت لهم ايه ثاني يا مجدي؟ ما قلت لك خلاص، هم عارفين كل حاجة. وبدل ما تضيع وقتك معايا سيبنا امشي واهرب. انت تمشي واهرب؟ انت فاكر ان انا خايف منكو؟ ايوه خايف طبعا خايف. سيبك من الفيلم بتاع ان انت شيخ وبتحارب عشان ربنا، انا وانت عارفين انها تمثيلية، دور ولازم تلعبه عشان تضحك بيه على اللي حواليك. بس انا فاهمك كويس وعارف انت عايز ايه. يا سلام، وعايز ايه بقى ان شاء الله؟ عايز توصل. مش شايف معمي؟ مش شايف انت عايش ازاي وهربان فين؟ طول عمرك انت واللي زيك هربانين تحت الارض ومرعوبين من كل الناس، وفاكرين ان انتوا بتدافعوا عن الدين، وانتوا ما تعرفوش اي حاجه عن اي دين خلقه ربنا. كل اللي بتفكروا فيه انكم تسيطروا تسيطروا بس. شوف مين اللي بيتكلم. انت نسيت نفسك يا مجدي؟ نسيتوا كنتوا بتعملوا ايه في الناس؟ لا 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 لا، عارف عارف كويس اوي، وعارف ان غلطت غلطت كتير اوي. واكبر غلطه عملتها في حياتي اني ساعدت واحد زيك. بس خلاص ما بقتش فارقه. انا عارف عارف ان انا مش هطلع من هنا حي، بس مش خايف. عارف ليه؟ عشان يوم ما اخاف مش هخاف من واحد جبان زيك. جبان؟ ماشي يا مجدي، انا هوريك الجبان ده هيعمل فيكوا ايه. هوريك يا مجدي. دي كل ارقام دكاتره الجراحه والطوارئ اللي في القاهره، استثنينا منهم اللي احنا عارفين هما فين دلوقتي، سواء في المستشفيات او خارج مصر. طيب والباقي قد ايه؟ 354 يا فندم.
هنحاول معاهم. عندك حل تاني؟ معلش بعد اذنك كده يطبع لي كشف بكل الدكاتره اللي باقيين دول ده، واحنا هنحاول في جزء وانتوا هتحاولوا، اللي يوصل لحاجه يبلغ التاني على طول. تحت امرك يا فندم. يلا بقى. مفيش فايده، ده لسه فاضل يجي بتاع 200 بني ادم، واكيد هنقابل فيهم اللي مش هيرد واللي قافل تليفونه واللي رقمه اتغير اصلا، وجايز يكون واحد فيهم هو اللي راح لسليم، وجايز ما يكونش ولا واحد. معلش خليك وراهم، اكيد هنوصل. اللي احنا بنعمله ده يا حمزه اسمه تضييع وقت. احنا كده بنضيع وقت وعمرنا ما هنوصل لحاجه بالمنظر. هنوصل اكيد يا اخي، خلينا بس نجرب تاني. مش هكلم حد تاني يا حمزه، خلاص خلصت. انا مش هكلم حد تاني، انا وانت حاولنا بس خلاص خلصت. يعني ايه؟ يعني سليم شكله راح، عايش بقى ولا ميت الله اعلم، كده كده مش هنهرب دلوقتي. طب واللي هو مجدي هنسيبه معاهم؟ تعالى بس نفكر كده بهدوء، جايز تفصيله عدت مننا، جايز نلاقي فكره. حمزه ولا انا ولا انت هنعرف نكمل اكتر من كده، تمام؟ روح يا حمزه، روح روح، انت محتاج ترتاح، انت بالذات محتاج ترتاح شويه، وانت فاهم كلامي كويس. روح يا حمزه، وانا لو وصلت لاي حاجه اكيد هكلمك. ماشي، انا هروح افرد ظهري بس انا صاحي، كلمني في اي وقت لو وصلت لاي حاجه. حاضر ماشي. طب وبعدين يا فندم؟ مفيش أي حاجة تتعمل في المصيبة اللي احنا فيها دي دلوقتي؟ للأسف مفيش. الحاجة الوحيدة اللي في إيدينا دلوقتي هي إننا نكتم على الموضوع. الوزير عنده حق، لو في كلمة واحدة طلعت هتبقى فضيحة. مش هي دي المشكلة يا فندم. المشكلة دلوقتي إن لو سليم لسه عايش بعد ما حمزة حاول يقتله، يا ترى رد فعله هيكون إيه؟ هو ده اللي يتناقش مش حاجة تانية. رد فعل سليم هيكون إيه؟ شيخ جابر، سليم فاق يا شيخ جابر. صدق العظيم. هي سليم عامل ايه؟ بقالي كده قد ايه؟ بقالك 3 ايام يا بطل، بس مش مهم، المهم تستريح. حمزة حاول يقتلني. ما تتعبش نفسك يا سليم عشان الجرح ما يفتحش تاني. عايز مية. انا هجيب لك مية. اوعى تتحرك. ايوه عرفتش تقتلني يا حمزه. سليم. اه كنت فاكرني موت، لكن انا لسه عايش. بس كويس ان انت حاولت، لان انت لو ما كنتش حاولت كنت انا هزعل، وكنت احس ان انا بضيع وقتي. مجدي فين يا سليم؟ مجدي موجود عندي، مرمي لحد ما اشوف هعمل فيه ايه. مجدي يرجع دلوقتي حالا، فاهم؟ دلوقتي حالا. انت حاولت تقتلني، ده حقك،
بس انا كمان من حقي اردها لك، بوعدك ان المره دي هردها لك ومش هتنساها ابدا. اسمع يا سليم، المره اللي فاتت فلتت مني، بس وعد المره اللي جايه مش هتفلت، مش هتفلت يا سليم، فاهم؟ المره الجايه انت اللي مش هتفلت مني يا حمزه. ما يسلم مجدي فين؟ تلقح جوه لغايه لما تشوف هنعمل فيه ايه، بس انا عرفت منه كل اللي قاله له. هطلب منك شويه حاجات تحضرها لي بسرعه. انت ناوي على ايه يا سليم؟ مش هم عايزين مجدي؟ انا هرجعه لهم.